لقد حقق قطاع الأشغال العمومية منذ الاستقلال إلى يومنا هذا مكاسب عديدة وعرف تطوراً ملحوظ، وسألخص أهمها من خلال المؤشرات التالية. أولاً في مجال المنشآت الطرق، لقد بلغ حالياً الطول الإجمالي لشبكة الطرقات بشتى أنواعها بما يقرب 141 ألف كيلومتر، من ضمنها 5900 كيلومتر من طرق مزدوجة، لا سيما الطريق الوطني رقم 1 العابر للصحراء والطرق الوطنية رقم 3 و6، وكذلك 1400 كيلومتر من طرق السيار على غرار طريق السيار شرق غرب. كما تحتوي هذه الشبكة على 1586 جسر أو منشآت فنية، من بينها بعض الجسور الاستثنائية، نذكر منها الجسر العملاق صالح باي بقسنطينة، وواد الرخام البويرة، وواد الذيب بميلا. وتضم أيضا 48 نفق، من بينها 16 نفق على الطريق السيار على غرار أنفاق الطريق السيار شرق غرب والطريق السيار شمال جنوب. وجود قطر هنا كضيف شرف دليل على كبير على قوة العلاقة بيننا وبين إخواننا في جمهورية الجزائر، وهذه طبعا العلاقة دائما نحن نسعى بشكل كبير لتقويتها أكثر وأكثر. اللي شفناه هنا اليوم إن شاء الله بيكون قاعدة أو نواة لتقوية العلاقات في مجال الأشغال العامة بيننا وبين الإخوان الجزائر، وإن شاء الله نتمنى نشوف هذه الاتفاقيات بيننا وبين الإخوان في جمهورية الجزائر إن شاء الله إنجازات في أرض الواقع. صراحة نحن نشكر الإخوان في وزارة الأشغال العمومية على جميع الإنجازات اللي شفناها اليوم، ونتمنى إن شاء الله التوفيق لهم إن شاء الله في المستقبل.